والرياضي، انما زي ما بيقولوا انما الصبر عند الصدمه الاولى. دكتور خالد العمري شقيق الاستاذ العمري فاروق، وهو على القبر اثناء الدفن ابكى الجميع بثباته وايمانه وتقواه ودعائه. هفكركم بهذا الدعاء من الدكتور خالد على لحظه الدفن، لانه كمان مرتبط بحاجه تانيه مهمه. اللهم اني داع فامنه، اللهم تجمده بواسع رحمتك، اللهم يمن كتابه، حول حسابه، ولين ترابه، واكرم مثواه، واجعل الجنه مستقرها وماواه، نور مرقده يا رب العالمين، عبر مشهده يا اكرم الاكرمين، اللهم يمن كتابه، حول حسابه، لين ترابه، اكرم مثواه، اجعل الجنه مستقرها وماواه، نور مرقده، عبر مشهده، طيب مضجعه، نفس كربته، انس وحشته، حسن جوابه، انزل عليه الضياء والنور والسكينه والفرحه والبهجه والطمانينه والفسحه والسعاده والسرور. اللهم حط عنه ثقل الاوزار، اللهم انزله منازل من قاموا لك بالقران اناء الليل واطراف النهار، اللهم احشره خلف رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وولدا خيرا من ولده. اللهم ارحم ضعفه، اللهم اجبر كسره، اللهم افرغ عليه الرحمات، وانزل على قبره الرحمات، اللهم انزل على قبره الرحمات، اللهم ثبته عند السؤال على قول لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله، وان دينه الاسلام يا رب العالمين. اللهم افرش له من الجنه، اللهم افتح له باب الجنه، اللهم جاف الارض عن جنبيه، ارحمه اذا حمل على الاعناق، والتفت الساخ بالساق الى ربك يومئذ المساق، ارحمه اذا اكل منه الدود ونخر منه العود يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اطعمه من ثمار الجنان ما لذ وطاب، اطعمه من ثمار الجنان ما لذ وطاب، اطعمه من ثمار الجنان ما لذ وطاب. اللهم ان عبدك العمري نزل بك وانت خير منزول به، فاكرم نزله يا رب العالمين، واحسن ووسع مدخله يا رب العالمين، مد له مد البصر، جافي الارض عن جنبيه يا رب العالمين. اللهم يا رب اكرمه، اللهم استره فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه، اجعل اخر ايامه يوم، اجعل اخر ايامه يا رب، اجعل خير ايامه خير لياليه يا رب العالمين، اجعل هذه الليله خير ليالي يا رب العالمين، انعم عليه بالنظر الى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم يا رب، اللهم يا رب، اللهم يا رب امنه يوم الفزع الاكبر، اللهم امنه يوم القيام، امنه يوم الفزع الاكبر يا رب العالمين، احشره خلف رسولك الكريم مع الصحابه والصديقين والشهداء